بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس منهج تاريخ. النهاردة إن شاء الله هنكمل آخر درس في منهج التاريخ والوحدة الرابعة، ودرسنا بعنوان مصر والمنظمات الإقليمية تمام والدولية. طبعا اتكلمنا في الدرس الأولاني الوحدة ديت عن الحياة النيابية والحزبية في مصر ودور المرأة ومنظمات المجتمع المدني. درس النهاردة منظمة مصر والمنظمات الإقليمية. في الدرس ده هنتعرف على فكرة إنشاء جامعة الدول العربية، هنتعرف أيضا على الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة كمنظمات دولية وإقليمية، هنقارن بين الأجهزة الرئيسية داخل جهاز الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة، أيضا هنقدر نقيم دور مصر من خلال منظمات الإقليمية والدولية تمام. طيب وبالتالي في الدرس ده هنتعرف الفرق بين المنظمة الإقليمية والمنظمات الدولية. طبعا احنا شفنا ان مصر كانت ليها دور كبير في الدول وتعزيز التعاون الدولي، وشفنا منذ ثورة 1952 ومن قبل ثورة 52 كمان الشعب المصري كيف بدأ يفكر في تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في إنشاء العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. طيب إيه هو الفرق بين المنظمة الإقليمية والمنظمة الدولية؟ هنلاقي إن المنظمة الإقليمية هي المنظمة اللي بتضم أو تجمع عدد من الدول المستقلة وترتبط هذه الدول مع بعضها بروابط معينة. من أمثلة المنظمات الإقليمية عندنا جامعة الدول العربية، عندنا منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة الاتحاد الإفريقي اللي كان بيتقال عليه سابقا الوحدة الإفريقية. يعني إيه منظمة إقليمية بتضم عدد من الدول المستقلة وترتبط مع بعضها بروابط؟ يعني هنلاقي إن بيربطهم مصالح مشتركة، لذلك بيتعاونوا مع بعض داخل منظمة بشكل منظمات زي جامعة الدول العربية اللي بتضم جميع الدول العربية، وده من أجل تعميق العلاقات العربية. أيضا المؤتمر الإسلامي للدفاع عن الحقوق الإسلامية وغيرها، أيضا منظمة الاتحاد الأفريقي. أما عن المنظمة الدولية فهي التي تضم عدد في عضويتها دول العالم المستقل، يبقى هنا ما ترتبطش هذه المنظمات الدولية مع بعضها بروابط، أو الدول الأعضاء ما ترتبطش مع بعضها بروابط زي منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. وده احنا شفناه دور مصر في إنشائها وكانت لها الدور الكبير، رغم إن هي لم ترتبط بأي من الدول التي نشأت وقامت بدعوة لإنشاء حركة عدم الانحياز. لم ترتبط مصر معها بأي علاقات، ولكن كانت من دافع عدم الانضمام إلى أي من الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية بعد الحربين العالمية الأولى والثانية. طيب ده الفرق بين المنظمات. دلوقتي نبدأ مع بعض نتعرف على شكل المنظمات أو مجموعة من أمثلة للمنظمات الإقليمية. أول حاجة جامعة الدول العربية تم تأسيسها زي ما أنت شايف في عام 1900 مارس 1945. كيف بدأت هذه الجامعة؟ بدأت هذه الفكرة لإنشاء جامعة دول عربية تجمع الدول العربية وترتبط مع بعضها بروابط معينة، دعت مصر وكل من سوريا وأيضا وزراء الكتلة الوطنية اللبنانية للتباحث في القاهرة. يبقى أنا عندي مصر وسوريا لبنان والكتلة الوطنية اللبنانية، مصر دعتهم علشان يتم التباحث بينهم وبين بعض من أجل إنشاء منظمة عربية حول فكرة إنشاء جامعة الدول العربية. وبالفعل في مارس 1945 تم إقرار ميثاق القاهرة، وده كان أول ميثاق يخص جامعة الدول العربية. هذا الميثاق تضمن مبادئ قيام جامعة الدول العربية وتم التوقيع عليه من قبل سبع
دول هي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن. وهنا أبدأ أقول لك ركز على أسماء الدول التي قامت بالتوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية وعددهم. عددهم 7، هم مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، اليمن. ليه بقول لك ركز؟ لأن ممكن يجي لك سؤال صوب أو اختر تمام أو صح وغلط مع التصويب، يقول لك تم توقيع الميثاق من قبل عدد مثلا 7 دول مثل، ويذكر لك أي اسم من الأسماء. تمام، ممكن يكون الاسم اللي ذكره دوت مش اسم صحيح، فبالتالي تكون العبارة، أنت شايف إن العبارة لحد توقيع الميثاق من 7 دول عبارة صحيحة، لكن اسم الدولة هو اللي ما بيكونش إيه صحيح، وبالتالي لازم نبقى عارفين مين الدول اللي في بداية الأمر وقعت على ميثاق القاهرة أو ميثاق إنشاء جامعة الدول العربية. يبقى مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، اليمن، وده كان في بداية الأمر. بعد كده أصبح عدد الدول العربية الآن 22 دولة داخل جامعة الدول العربية بما فيهم فلسطين المحتلة. يبقى أنا عندي هنا بدأت الفكرة من مصر بدعوة رئيس وزراء سوريا والكتلة اللبنانية إلى أن تم الإقرار الأمر في ميثاق عرف بميثاق القاهرة بتوقيع 7 دول، وفي النهاية أصبحت تضم جميع الدول العربية. طيب نيجي للهدف من إنشاء جامعة الدول العربية، وده سؤال مهم، يقول لك دلل على أهمية إنشاء جامعة الدول العربية وبما تفسر. تمام، والهدف كان من إنشاء جامعة الدول العربية، أنا عندي 5 أهداف رئيسية لجامعة الدول العربية زي ما أنت شايف شعار جامعة الدول العربية. أول حاجة هنلاقي تنسيق العلاقات بين الدول العربية، يبقى دوت من أجل تنسيق العلاقات بين الدول العربية. 2، تنسيق الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. تمام، 3، التعاون وحماية الأمن القومي العربي. 4، صيانة وحماية استقلال الدول الأعضاء وسيادتها. 5، تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات. إيه تنسيق العلاقات بين الدول الأعضاء؟ تنسيق العلاقات يعني نبدأ إحنا كدول عربية ننسق الأمور بيننا وبين بعض في بعض الاتجاهات المختلفة، وده شفناه تنسيق العلاقات دوت مثلا، وصيانة وحماية استقلال الدول الأعضاء، وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال مثلا، الدليل على ذلك حرب أكتوبر لما اجتمع وزراء النفط العربي مثلا وقرروا عدم تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اجتماع الدول العربية وقلنا مثلا تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لمصر وسوريا أثناء حرب أكتوبر. ده هو الهدف أو ملخص أهداف جامعة الدول العربية، بيتلخص مثلا في التعاون اللي تم في حرب أكتوبر، أو حتى مثلا ممكن نقول وقوف الدول العربية بجانب مصر مثلا في العدوان الثلاثي، كان برضو من أحد الأساسيات اللي بيتنص عليها أهداف جامعة الدول العربية، اللي هي التعاون وحماية الأمن القومي العربي، لأن طبعا كنا عارفين إن إسرائيل بتطمع في الدول العربية، وبالتالي كانت عايزة تجرها في حرب لم تكن حرب متكافئة. بالتالي من هنا ده من الأهداف اللي بدأت تعمل عليها جامعة الدول العربية. أنا عندي 5 أهداف لإنشاء جامعة الدول العربية: تنسيق العلاقات بين الدول، تنسيق الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكمان الأمنية، كذلك أيضا التعاون وحماية الأمن القومي العربي، صيانة وحماية استقلال الدول الأعضاء وسيادتها يعني ندافع عن بعض، تعزيز العمل العربي المشترك لو في إمكانية إن إحنا نقدر ندافع عن بعض او نعزز العلاقات فده حاجه كويسه. طيب فيما تتكون الهيكل التنظيمي لجامعه الدول العربيه، يتكون الهيكل التنظيمي لجامعه الدول العربيه زي ما انت شايف من عده اشياء. اول حاجه مجلس الجامعه. مجلس الجامعه ده، وده اعلى سلطه داخل الجامعه، ويتالف مجلس الجامعه من ممثلين جميع الدول الأعضاء بما فيهم فلسطين. يبقى أنا عندي
مجلس الجامعة ده لما اجي احسبه كده بيتكون من كام؟ بيتكون من 22 دولة اللي هم الدول الأعضاء، ولكل دولة داخل هذا المجلس صوت واحد، ولمجلس الجامعة طبعا مهام محددة أقرها ميثاق جامعة الدول العربية اللي هي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي أهداف جامعة الدول العربية. طيب اللجان الدائمة، تاني هيكل عندنا داخل الجامعة الدول العربية اللجان الدائمة. للجامعة عدد من اللجان الدائمة المعنية بمختلف مجالات التعاون فيما بين الأعضاء. عدد اللجان داخل جامعة الدول العربية كان 12 لجنة. هذه اللجان زي ما انت خدت سنة تانية إعدادي في الوطن العربي، قلنا بعض هذه اللجان تحول إلى منظمات متخصصة في مجالات مختلفة زي ما شفنا منظمة السياحة، منظمة النفط والزراعة والصناعة وغيرها من المنظمات اللي احنا خدناها في سنة تانية إعدادي. يبقى أنا عندي اللجان الدائمة عددها 12 وتحول بعدها إلى منظمات متخصصة في مجالات مختلفة مثل منظمة النفط العربي وغيرها. طيب بعد كده عندنا من الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية الأمانة العامة. إيه الأمانة العامة ديت؟ الأمانة العامة دي بتتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء المساعدين وعدد من الموظفين. طيب الأمين العام دوت بيبقى اختياره إزاي؟ بيعين الأمين العام بموافقة مجلس الجامعة. زي بموافقة مجلس الجامعة قال لك احنا عندنا عدد من الأعضاء داخل جامعة الدول العربية، هذا العدد الدول قلنا لكل دولة عضو، يبقى احنا عندنا 22 عضو، وبالتالي عند اختيار الأمين العام يجب موافقة تلتين أعضاء الجامعة، ويتم اختيار الأمين العام لمدة 5 سنوات. ده انا عندي علشان يتم تعيين الامين العام بيتم باختيار مجلس الجامعه بموافقه تلتين من مجلس الجامعه. يعني لو احنا مثلا افترضنا ان، او مش هنفترض، احنا عندنا 22 دوله، يعني حوالي العدد تقريبا 15 دوله موافقه على اختيار شخصيه تكون هي الامين العام لجامعه الدول العربي. ثاني حاجه معانا هي منظمه اقليميه وهي الاتحاد الافريقي اللي هو كان بيتقال عليه سابقا الوحده الافريقيه، وزي ما انت شايف شعار عباره عن شعار جامعه قاره افريقيا. شاركت مصر في تاسيس الاتحاد الافريقي بعد تحرير كثير من البلدان الافريقيه زي ما احنا خدنا كده في ثوره 52 في المجال العربي والافريقي والدولي، ان مصر سندت كثير من الدول الافريقيه من اجل ان تنال الاستقلال زي كينيا وغيرها من الدول. ايضا ساهمت بعد هذا الاستقلال في تاسيس حقوق الاتحاد الافريقي، قلنا هنا علشان هذه المنظمات بترتبط مع بعضها بروابط معينه. استضافت طبعا مصر اول قمه افريقيه على ارضها عام 1964، وتولت مصر رئاسه الاتحاد الافريقي للمره الثالثه في فبراير 2019. يعني احنا قبل 2019 كانت مصر تولت الاتحاد الافريقي رئاسه الاتحاد الافريقي مرتين. في فبراير 2019 تم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون رئيس للاتحاد الافريقي لتعود مصر من جديد لحضن افريقيا متبنيه استراتيجيات جديده تهدف الى، اول حاجه من اهداف الاستراتيجيات اللي كانت بيدعو ليها، والعمل على تنميه أو على تسجيل العقبات التي تواجه العمل الأفريقي المشترك. يبقى الاستراتيجيات اللي بنسعى ليها إن إحنا نزيل أي معوقات أو أي حاجات بتمنع التعاون المشترك بين الدول الأفريقية وتعميق العمل. اتنين، أيضا تشجيع أبناء القارة الأفريقية على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير البنية التحتية الأفريقية. يبقى نبدأ احنا كدول افريقيا نبدا بناء مشروعات مختلفه من اجل تطوير افريقيا وطبعا الارتقاء بمستوى البنيه التحتيه الافريقيه. ثلاثه،
ربط الأسواق الأفريقية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة. نبدأ إحنا نربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض وتفعيل اتفاقيات التجارة، خاصة اتفاقية التجارة الحرة. 4 في مايو 2019 ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في الاحتفال، وأكد في هذه الكلمة على ضرورة سعي الدول الأفريقية نحو تطوير ثروتها البشرية وتأهيل شبابها لمواكبة التطور الذي يحدث خلال العصور المختلفة والتطورات الموجودة داخل هذا العصر، من زي ما احنا شايفين العالم من حوالينا بيتطور، ومواصلة تعزيز دور المرأة الأفريقية كقلب نابض لمجتمعاتها، ودعم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة الأفريقية، وترسيخ الهوية الأفريقية، وإعلان مبادئ التضامن الأفريقي. فمن هنا بدأت مصر مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكد على ضرورة تطوير قارة أفريقيا ووجود استراتيجيات زي ما احنا قلناها، 3 استراتيجيات رئيسية أو 3 أهداف رئيسية: تسجيل أي معوقات، تشجيع أبناء القارة على بناء المشروعات، ربط الأسواق الأفريقية، وتفعيل اتفاقيات التجارة. قالت منظمة معانا إقليمية وهي منظمة المؤتمر الإسلامي. منظمة المؤتمر الإسلامي تعد مصر أول من أوائل الدول التي ساهمت في بلورة فكرة إنشاء هذه المنظمة. فمصر من أول الدول اللي كانت بتشارك وشاركت في كافة المؤتمرات الإسلامية، ودعت إلى إنشاء هذه المنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان أهم مؤتمر للقمة الإسلامية الذي انعقد في سبتمبر 1969 بمدينة الرباط بالمغرب. ومن هنا بدأت المنظمات دي يكون ليها دور كبير على تعميق العلاقات بين الدول العالم الإسلامي والدفاع عن حقوق المسلمين في مختلف الجهات المعنية في العالم، وكان من ذلك ايضا القضيه الفلسطينيه. يبقى انا لو جيت الى المنظمات كده الاقليميه وسالت سؤالين، انت حد مريم بتسال يعني ايه القمه الافريقيه؟ القمه الافريقيه اللي هو الاجتماع اللي بتكون يشمل جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي، المقصود هنا بها ان يجتمع هذه الدول من اجل إقرار مثلا أي مشروع أو تسجيل بعض العقبات الموجودة، تمام، وده من أجل الدفاع عن حقوق القارة الأفريقية. ده هي كلمة القمة العربية أو القمة الأفريقية اللي هو الاجتماع اللي بيتم داخل منظمة الاتحاد الأفريقي، بيسمى بالقمة الأفريقية لأن بيكون مجموع فيه كل الدول الأعضاء. طيب لو أنا جيت سألتك وقلت مثلا أكمل شراكة 7 دول في وضع ميثاق نقط في مارس 1945، نخلي أسئلة بس شفوي لحد ما ناخد أسئلة آخر الدرس. قلنا شاركت 7 دول في إقرار ميثاق جامعة الدول العربية اللي هو كنا بنسميه ميثاق القاهرة لإنشاء جامعة الدول العربية. عقد أهم مؤتمر لمنظمات الإسلامية في مدينة نقط بالمغرب، قلنا عقد مؤتمر الرباط، مؤتمر المنظمة الإسلامية في الرباط بالمغرب. طيب نيجي بعد كده للمنظمات الدولية. يعني ايه منظمة دولية؟ قلنا بتضم في عضويتها جميع دول العالم المستقل، واهم منظمة عندنا هي منظمة الأمم المتحدة. هذه المنظمة مقرها نيويورك، تمام، وانشئت ايضا في اواخر عام 1945. ركز علشان خاطر جامعة الدول العربية تم انشائها مارس 45، ايضا منظمة الامم المتحدة تم انشائها في عام 1945 ولكن في اواخر 1945. منظمة الأمم المتحدة من أهدافها 1 المحافظة على السلام والأمن الدوليين، 2 الدولي، 2
تنمية العلاقات الودية بين الدول، وهنوضح ده كله دلوقتي. 3، التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 4، تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته دون تفرقة بسبب الجنس أو الدين. تعال ناخد واحدة واحدة كده. المحافظة على السلام والأمن الدولي، فاكرين مثلا عدوان 56، عدوان 67، حرب أكتوبر 73، تدخل مجلس الأمن وأقر مثلا قرار مثلا رقم 242 في مرة و338 مرة لما وافقت مصر ورفضت إسرائيل، و338 اللي هو وقف حرب أكتوبر. ده من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدولي ومساعدة الشعوب على الحفاظ على سلامها على أراضيها. أيضا تنمية العلاقات الودية بين الدول، يعني من خلال هذه المنظمة اللي هي الأمم المتحدة يكون هناك علاقات وروابط موجودة بين الدول الأعضاء، والتبادل سواء اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي علشان يحصل تعاون، وبالتالي تختفي بعض المشكلات التي توجد داخل بعض البلدان. تعزيز احترام حقوق الإنسان، وده اللي هو ما بنفرقش بين حد من البشر سواء بالجنس أو الدين، زي كده ما بنفرقش في داخل المنظمة ما بين دولة مسلمة أو غير مسلمة، وبالتالي الدولة أفريقية أو دولة أوروبية مثلا اللي هم الزنوج أو القوقازيين اللي هم البيض أو السمر يعني، فبالتالي من هنا بنقر حرية حقوق الإنسان وعدم التفرقة. نجد إن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة تتكون الأمم المتحدة بست أجهزة رئيسية. أول حاجة الجمعية العامة، ودي بتشبه شوية مجلس الجامعة في المنظمة الإقليمية اللي هي جامعة الدول العربية. يبقى الجمعية العامة، عشان لما نيجي نبص كده على الجمعية العامة بيقول لك إيه؟ قال لك تضم جميع أعضاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة برضو إيه؟ صوت واحد. يبقى هو شبيه بإيه؟ هنا شبيه بمجلس جامعة الدول العربية. الأمانة العامة، ودي مقرها قلنا اللي هو المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، ويرأسها الأمين العام. طيب بيتم تعيينه ازاي؟ برضو عن طريق الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن. بقى مجلس الأمن هنا بيوصي مثلا باختيار فلان، فيتم اختياره عن طريق الجمعية العامة لمدة 5 سنوات. مجلس الأمن، وده ثالث جهاز داخل الأمم المتحدة، وهو أهم جهاز في الأمم المتحدة، لأن ده المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين وسلطته القانونية على حكومات الدول الأعضاء. أنا هسيب الجزء الأول اللي هو حفظ الأمن والسلام الدولي، لكن همسك في الجزء الثاني من العبارة اللي هو سلطته القانونية على حكومات الدول الأعضاء. فاكرين كده لما صدر قرار مجلس الأمن 242 تمام، واللي كان بينص على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 67، فاكرين القرار دوت؟ قلنا وافقت عليه مصر لكن رفضته إسرائيل. ليه وافقت عليه مصر؟ لأن مصر بعد اتفاقية 1936 أصبحت عضوة في الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة، فبالتالي تخضع لسلطة مجلس الأمن، وبالتالي لو كانت رفضت يبدأ مجلس الأمن يتدخل بقى لفرض عقوبات على مصر. ممكن العقوبات ديت مثلا تكون مالية، عقوبات بقى بفرض حماية أو ما شبه ذلك، ما يتراه مجلس الأمن من سلطته القانونية على حكومات الدول الأعضاء. علشان كده كانت مصر أول ما بيصدر قرار بتوافق عليه على طول، لأن طبعا بتخشى تطبيق السلطة القانونية من مجلس الأمن عليها. لكن إسرائيل باعتبارها مش دولة عضوة كانت بترفض، لأن ما عندهاش أدنى مشكلة وما تتعرضش لأي أزمات من مجلس الأمن. رابع جهاز معانا وهو مجلس الوصاية، وده أنشئ لرعاية مصالح البلدان
التي كانت مستعمرة والأخذ بأيديها نحو الحكم الذاتي والاستقلال. تعال كده بينا نرجع شوية لورا لسنة 1920 مثلا، مؤتمر سان ريمون لما أقر انتداب بريطانيا على فلسطين. فاكرين كنا بنقول أقر انتداب بريطانيا على فلسطين ليه؟ قال لك لأن فلسطين كانت من الدول المحتلة والمستعمرة، وديت الدول اللي كانت تهزمت في الحرب، فكانوا عايزين يعني على الكلام ان هم هياخدوا بيد الشعب من اجل ان هو يعمل حكومة وطنية ويكون ليه سلطة وطنية ودولة مستقلة. ولكن طبعا احنا عارفين كان الهدف من وراء انتداب بريطانيا على فلسطين اقامة وطن قومي لليهود، بس احنا بس بنوضح ان يعني دي فكرة اللي هي مجلس الوصاية، ان كان في بلدان طبعا مستعمرة فما كانش عندها حكومات، فقال لك لا احنا نعمل نجيب دول مثلا متقدمة زي بريطانيا او غيرها من الدول اللي هي تنتصر في الحرب علشان تبدأ تخش هذه البلاد وتعيد اعمارها مرة اخرى، وبالتالي تساعد شعوبها على الاستقلال واقامة الحكومات الذاتية وحكم ذاتي، يعني تحكم نفسها بنفسها. وطبعا اللي كان بيخش بلد طبعا ما بيصدق لاكتساب خيرات هذه البلاد وما كانش بيرضى يخرج منها، وهو لكن هو ليه دور رئيسي في الاستقلال. في بعض الدول حصلت من خلال هذا المجلس على حكومات ذاتية واستقلال في الفعل. محكمة العدل الدولية، وده أهم جهاز قضائي وهو الجهاز القضائي الأساسي في الأمم المتحدة، ومقره بنقولها المقر لاهاي بولندا. نبدأ نبقى عارفين مقرات الأماكن عشان ممكن يجي لك صوب أو اختر أو صح وغلط. مقر محكمة العدل فين؟ في لاهاي بولندا، ودي بتنظر في القضايا اللي بتضعها الدول الأعضاء أمامها وتقديم استشارات قانونية للهيئات الدولية. زي كده مصر في قضية طابة لما تم الاختلاف على الحدود بين مصر وإسرائيل على الحدود على طابة، مصر لجأت إلى محكمة العدل الدولية وقدمت الأدلة على حقيتها في طابة، وصدر القرار سنة 1988 بحقية مصر في طابة. أيضا من الحاجات الضرورية أنها بتقدم استشارات قانونية لو أنت عندك مسألة قانونية مثلا مش قادر تاخد فيها قرار، بتبدأ محكمة العدل دي تقدم لك الاستشارة القانونية أو القانون اللي يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة. من الأجهزة أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وده مجلس مسؤول عن نشاط الأمم المتحدة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، وبيتبع هذا المجلس الاقتصادي عدد من المنظمات المتخصصة اللي احنا هنبدأ نركز عليها. وهذه المنظمات أول حاجة معانا منظمة اسمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، معروفة باسم منظمة اليونسكو زي ما انت شايف الشعار بتاعها. هذه المنظمة بتختص بمجال العلوم والتربية والثقافة، وتم تأسيسها سنة 1945، مقرها باريس بفرنسا. يبقى مقر اليونسكو ده فين؟ باريس بفرنسا. يبقى أنا عندي المقر للأمم المتحدة في نيويورك، لكن بعض المنظمات والهيئات بتاعة الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية مش موجودة داخل نيويورك، موجودة خارج نيويورك زي محكمة العدل الدولية في لاهاي، وزي ما شايفين منظمة اليونسكو مثلا في باريس بفرنسا. هدفها المنظمة دي إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين الدول العالم في مجال التربية والعلوم والثقافة. من أمثلة ما قامت به منظمة اليونسكو هي دورها مع مصر في المساهمة في إنقاذ معابد أبو سمبل سنة 1964، وده لما بدأنا نبني السد العالي لتجنب الغرق وتعرضه للغرق بمياه الفيضانات وبناء السد العالي. أيضا مساهمة في إحياء مكتبة الإسكندرية، بقى لعبت مع مصر دور كبير وعظيم في إحياء معابد أبو سمبل أو منظمة حتى أو إحياء مكتبة اليونسكو. تاني حاجة من الأجهزة الرئيسية أو من المنظمات التابعة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية، وهذه المنظمة انشأت في إبريل 1948 ومقرها جنيف بسويسرا. من عندي منظمات معظمها خارج إطار الأمم المتحدة أو مقر الأمم
المتحدة، وديت أو هذه المنظمة منظمة الصحة مسؤولة عن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لجميع الشعوب، ونشر الوعي من أجل حماية مياه الشرب من التلوث، وعقد دورات تدريبية لتطوير الخدمات الصحية. وزي ما احنا شايفين في الوقت مثلا الحالي، لو هنطبق الدور بتاع منظمة الصحة العالمية، هنلاقي اللي احنا مثلا في فترة الوباء بتاع كورونا، هنلاقي ان منظمة الصحة العالمية هي اللي بتحدد سبل الرعاية الصحية، وايه الأدوية اللي ممكن تتاخد لعلاج هذا الوباء، وهي اللي بتقر البروتوكول للعلاج، وذلك من أجل وتوفر رعاية صحية لجميع شعوب العالم والمساعدة في القضاء على الوباء. ده من أهم أدوار منظمة الصحة العالمية. ثلاثة، منظمة الأغذية والزراعة، ودي معروفة باسم منظمة الفاو، ودي متخصصة في مجال الزراعة، ومقرها روما بإيطاليا، والهدف هو القضاء على الجوع ومساعدة البلدان النامية في تطوير وتحسين إنتاج الزراعة والتغذية الجيدة. القضاء على الجوع دوت من خلال، طبعا احنا عارفين ان هناك دول عديدة في العالم بتعاني من انتشار المجاعات، فدور منظمة الأغذية دي والزراعة هو القضاء على الجوع، وبتخش البلدان النامية تمام بتعمل على رفع وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتوفير تغذية جيدة لشعوب هذه البلدان. أيضا من المنظمات عندنا منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروفة باسم اليونيسيف أو اليونيسيف، هذه المنظمة بتختص بمجال الطفولة ومقرها نيويورك، وهدفها تعزيز وحماية حقوق الطفل والعمل على رفاهيته. وانشئت هذه المنظمة سنة 1959، وبإعلان حقوق الطفل باعتبار أن الأطفال هم محور التنمية في العالم في الوقت الحالي، والاهتمام بصحة الأطفال. وطبعا بدأنا نشوف المنظمة بتلعب دور كبير في الدفاع عن حقوق الأطفال في العالم. مصر طبعا والأمم المتحدة، شاركت مصر مع الأمم المتحدة في عديد من الأنشطة المختلفة، كما شاركت مصر بجنودها في قوات حفظ السلام الدولي في بلدان عديدة. البلدان ديت مثلا هنلاقي منها الكونغو، البوسنة والهرسك، الصومال، الكويت، وغيرها من البلدان التي ساهمت مصر مع الأمم المتحدة في إقرار السلام فيها والدفاع عنها، زي ما شفنا كده بتاعت ثورة 1952. الحركة الثانية أو المنظمة الثانية الدولية اللي معانا هي منظمة عدم الانحياز. منظمة عدم الانحياز ديت طبعا ساهمت مصر فيها بقوة سنة 1955، عندما دعت مصر واندونيسيا ويوغوسلافيا سابقا بالاشتراك مع الهند الى مؤتمر بان دونج، وده احنا اتكلمنا عليه باستفاضة اثناء ثورة 52، وقلنا ان مصر لعبت دور كبير في انشاء هذه المنظمة. الامم المتحدة هي منظمة الامم المتحدة، هي هيئة الامم المتحدة، مفيش فرق. هنقول دلوقتي كل الاسئله اللي انتوا طرحينها. طبعا حركه عدم الانحياز تضم في بدايتها ضمت 25 دوله، ودلوقتي اصبحت كيان ضخم كبير بيضم حوالي 118 دوله من قارات افريقيا واسيا واوروبا وامريكا اللاتينيه اللي هي امريكا الجنوبيه وغيرها. دلوقتي للاسئله والتدريبات. اول سؤال معانا، بس قبل ما اقول الاسئله نشوف الناس كانت طرحه بعض الاسئله، حاضره جاوب عليها بسرعه وناخد الاسئله الدرس. مصر والاردن والسعوديه تمام، دي البلدان اللي تم تاسيس جامعه الدول العربيه، دي الاسئله كنا بنقولها الشفوي. طبعا جامعه الدول العربيه بتتشابه مع الامم المتحده في بعض الاجهزه، زي مجلس الامن، زي الامانه العامه، زي الجمعيه العامه، المنظمات اللي موجوده زي ما احنا قلنا اللي هي اللجان ال 12 في جامعة الدول العربية، دورها لا يقل أهمية عن طبعا أجهزة الأمم المتحدة. الشعارات مش مشكلة، لأن هو مش هيجي يسألك عن الشعار يعني، أو مش هيجيب لك الشعار يعني،
لان الشعار هو مكتوب عليه اسم المنظمه، فمش هينفع ان هو يجيبه لك، لكن ممكن يجيبه لك ويسالك على حاجه تانية، يعني يقول لك من خلال الشعار الذي امامك مثلا اذكر دوره او ما يقوم به. خلاص، بس هو الشعار بيبقى مكتوب عليه اسم المنظمه. السؤال بتاع ان المؤتمرات الاسلاميه تحدث في منظمه المؤتمرات الاسلاميه، طبعا قلنا ايوه ده جزء اكيد. عاملين منظمه المؤتمرات الاسلاميه دي ليه؟ علشان نبدا، تمام، نبدا نعمل داخلها الاجتماعات اللي بتخص الاجتماعات او المؤتمرات الاسلاميه في العالم. دلوقتي مع الاسئله، أول سؤال معانا بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. في مارس 1945 تم توقيع ميثاق جامعة الدول العربية من نقط دول 4 5 6 7 دول. 2 عقد مؤتمر القمة الإسلامية عام 1969 في مدينة نقط الكويت الرباط القاهرة دمشق. 3 مقر منظمة الصحة العالمية مدينة نقط جنيف باريس روما نيويورك. 4 المنظمة التي تعمل في مجال التربية ونشر الثقافة هي منظمة اليونيسيف اليونسكو الفاو الصحة العالمية. 5 اختر منظمة دولية متخصصة في مجال حماية الطفل أو الطفولة هي منظمة اليونيسيف اليونسكو الفاو الصحة العالمية. يا ريت ناخد الإجابات بشكل سريع. تمام، أول سؤال إجابته 7 دول، إجابة صحيحة. 2 الرباط إجابة صحيحة. جنيف اليونسكو. يبقى أنا عندي إجابة أول سؤال، تم في مارس 1945 توقيع ميثاق جامعة الدول العربية من كام دولة؟ قلنا من 7 دول. عقد مؤتمر القمة الإسلامية، قلنا مؤتمر القمة الإسلامية كان في مدينة الرباط بالمغرب. قلنا منظمة الصحة العالمية مقرها جنيف. المنظمة التي تعمل على التعليم والثقافة، مجالات التعليم والثقافة، قلنا دي منظمة اليونسكو، وأنشأت وأنقذت معبد أبو سمبل ومحيات مكتبة الإسكندرية. أما منظمة الطفولة فهي منظمة اليونيسيف. أنا كده خدنا أول 5 نقط. تمام، الإجابات صحيحة، كل اللي بقت إجابات دي كلها إجابات صحيحة. تمام، السؤال اللي بعد كده، بما تفسر أهمية إنشاء جامعة الدول العربية؟ 2 بما تفسر مجلس الأمن هو أهم أجهزة الأمم المتحدة؟ 3 الأمم المتحدة منظمة دولية؟ بما تفسر مجلس إنشاء مجلس الوصاية؟ ناخد بعض الإجابات من الناس. على أول سؤال، بما تفسر أهمية إنشاء جامعة الدول العربية؟ يلا يا شباب بسرعة شوية، بما تفسر أهمية إنشاء جامعة الدول العربية؟ تمام، أول إجابة من ياسة، تنسيق العلاقات بين الدول العربية وحماية الأمن القومي العربي وحماية استقلال الدول العربية. إجابة صحيحة، يبقى لتنسيق الخطط السياسية والاقتصادية وصيانة وحماية استقلال الدول الأعضاء وسيادتها، ونكمل بقية أهداف جامعة الدول العربية. بس أنا طبعا علشان مجال الكتابة فاختصرناها بتنسيق الخطط السياسية والاقتصادية وصيانة وحماية استقلال الدول الأعضاء وسيادات. طيب يلا نشوف إجابة السؤال تاني. تمام، إجابة صحيحة، أهمية مجلس الأمن هو أهم أجهزة الأمم المتحدة، قلنا لأنه مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدولي، وكمان ليه سلطة قانونية على الدول الأعضاء. 3 للأمم المتحدة منظمة دولية، قلنا لأنها منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقل، ومقرها نيويورك، وانشأت سنة 1945. 4 إنشاء مجلس الوصاية، قلنا ده لرعاية مصالح شعوب البلدان التي كانت مستعمرة والأخذ بأيديها نحو الحكم الذاتي. يبقى كل مجلس من المجالس، تمام يا أسا، إجابات صحيحة ومن إجابات صحيحة. تالي اكتب المصطلح الجغرافي التاريخي، ساهمت في إنقاذ معابد أبو سمبل في عام 1964. 2 الجهاز القضائي للأمم المتحدة. 3 منظمة إقليمية تهدف لتطوير العمل
الإسلامي تاخد إجابات الناس بسرعة على 3 نقط. باب أسرع شوية، إجابة صحيحة يبقى أول إجابة معانا اليونسكو، دي اللي ساهمت في إنقاذ معبد أبو سمبل وإحياء مكتبة الإسكندرية، الجهاز القضائي اللي هو محكمة العدل الدولية. أما منظمة إقليمية تهدف لتطوير العمل الإسلامي اللي هو المؤتمر، منظمة المؤتمر الإسلامي. وأتمنى يكون وفقنا في شرح الدرس. بكده إحنا خلصنا منهج تاريخ نهائيا، فاضل لنا إن شاء الله مع بعض درسين في الجغرافيا، دولة ألمانيا والأمم ودولة الولايات المتحدة الأمريكية. ونتمنى لكم التوفيق، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.